اساس نيوز ميديا. اليوم عندنا حاله ديال حادثه الشغل اللي فقد فيها الضحيه العينين ديالو بجوج. فقد في المرحله الاولى واحد العين، وفي المرحله الثانيه فقد العين الاخرى. حادثه الشغل وقعت له في واحد المؤسسه كما كيقول هو اللي ما عندهاش سجل تجاري، واللي ما مديكلارياش في صندوق الضمان الاجتماعي بالعمال ديالها. قدمنا نفسك محضرك سيدي. حميد القوالبي، 24 سنه، كنسكن في مدينه فاس في حي راس سلمى. الحاله العائليه؟ انا اللي يعني عازب. عازب. كيف وقع لك في المشكل هذا سيدي؟ كنت خدام مع السيد 11 سنه، و 2018 في شهر واحد في 12 يعني كنت خدام عادي، وواحد الدري نسى واحد المانيطه ديال واحد الكربون هابطه، طردقت القرعه، ومن بعد هزوني داوني للطبيب غير شي دراري يعني ما كانت لا وقايه ميدانيه. ديال الشركه اللي كنت خدام ديال في الفورج ديال بيت النعاس والاخر. فين كاين المقر ديالها؟ كاين في راس سلمى. قلتي لنا بلي الشركه ما عندهاش الوراق ديالها، شنو تقصد ما عندهاش الوراق ديالها؟ ما مديكلاري حتى شي واحد يعني الدراري ما مديكلاري حتى شي واحد، حتى من بعد ما وقع المشكل عاد ديكلارا بواحد يعني واحد القليل ديال الدراري اللي كانوا قدامي. شحال ديال العمال اللي كنتو خدامين مع السيد؟ 54 واحد. نعم، النهار ديال الحادثة قلتي باللي وقعت لك الحادثة في وسط العمل ديالك. في وسط العمل. داوك في سيارة خاصة، علاش ما جابوش سيارة الإسعاف؟ ما هو اتصلوا به وقال لهم صافي غير الزهد غير يديوه للطبيب فلان فلاني، يعني بقاو كيهضروا معاه في التليفون. نعم، شنو السبيطار فين داوك؟ داوني الباب الحديد في الاول ما قبلونيش، ومن بعد داوني المركب وعاد رجعوني الباب الحديد. نعم، وشنو قال الطبيب؟ شنو الشهاده الطبيه؟ شنو عطاك الشهاده الطبيه؟ الطبيب من بعد ما الاخر حيد لي واحد الحجر كان ديال داك الكربون في عينيا، وقال لي راه كلشي مزيان، وخبروه هو قالوا له بالله راه عين اليسريه ضاعت له، كان هو ما قاليش هذيك الساعه، قال لي راه كلشي مزيان. الطبيب؟ لا المعلم ديالي. المعلم؟ نعم. ومن بعد سيدي مشيتي عند مفتي الشغل؟ لا ما مشيتش عنده، مشيت عنده قال لي خصك تتجه للمحامي، يعني هذا الشيء المسؤوليه حيدوها علينا قال لي. نعم. وعندك شي شهود الناس اللي كيشهدوا لك بلي كنتي خدام مع هذا السيد؟ عندي الشهود، ومن دون الناس اللي خدامين كلهم كيشهدوا معايا. نعم، وهذا السيد اللي معك انت سيدي خدام معاه؟ خدام معاه. يعني الان ما بقيتيش خدام في تما؟ لا ما بقيتش خدام. يمكن لك تعاودنا شنو وقع نهار الحادثه؟ وقعت اول حادثه بنهار الجمعه، كنت غاتغدى معايا، منين تغدى معايا هبطنا بدينا الخدمه، جا داك صاحبو اللي خدام معاه نسى الكربون، هو نسى المانيطه ديال الكربون، هو جمعت الناس، جا حامد قال لي انا نمشي نطلع كربون، ونقول لي عندي هي ديك باش نمشي نطلع كربون، طلع باش نطلع كربون ضربات في العام. نعم، يعني انت كنتي حاضر في كنت حاضر المكان. يعني يا. نعم، وشنو داروا مع هاد الناس اللي وقعت له الحادثه؟ منين اش كيقولوا حامد طاح للارض، جاو هما في البلاي وصلوها للمعلم، اصلا المعلم كان مسافر صونا وعليه، قالوا له شنو شنو، قال لهم هزوا حيدوا من تما. قالوا بهذه العباره بهذه العباره قالوا هزوا حيدوا من تما. نعم، وشنو داروا هما ديك الساعه؟ صافي هزوه داو اش كيقولوا له داو الباب الحديد، ما اش كيقولوا ما قبلوش ولاو داو اش كيقول المركب، عاد جابوا ورقه من تما وحطوه في الحديد. وانت سيدي شحال وانت خدام مع السيد هذا؟ 9 سنين دابا انا خدام. ما عندك شي ورقه؟ عندك توطيه صحيه؟ ما عندي حتى ورقه. ما داير لا كونترا لا ديكلاراسيون؟ لا لا ما كاينه حتى حاجه. نعم سيدي. ومعنا الاخت فاعله جمعويه اللي هي تكلفت بالملف ديال الضحيه سي حميد. مرحبا لاله، قدمي لنا نفسك. السلام عليكم، اولا شكرا على الاستضافه. معكم شاديه بوزيد من مدينه فاس، فاعله جمعويه، رئيسه جمعيه الدعم التنميه البشريه والمجتمع الثقافي الفني. انا من بعد ما اتصلوا بي هاد الناس اتصلوا معطلين، اولا لانه الحادثه وقعت في 2018، بقى كيتماطل معاهم السيد لدرجه انهم حسوا براسهم ان السيد فقد البصر، والحادثه يعني فات عليها الوقت بزاف، عاد حسوا بانه راه كان عليهم يديكلاريو في الاول، وكان عليهم يتجهوا للقانون. ملي حسوا بان السيد راه غير كيماطل معاهم في الوقت، عاد التجؤوا للقانون. اذا دابا حنا درنا محامي، المحامي راه عنده كاع الاوراق الطبيه ديال حميد اللي عنده شهاده طبيه اللي وصلت ل 90 يوم مازال مفتوحه. حميد بالنسبه لعين وحده راها تفقدات نهائيا، كان عنده امل في عين وحده ولكن الامل ضعيف بزاف، ملي تماطلو في العلاج ديالها ما يعني ما خدتش الرعايه الكافيه، اذا حتى هي تفقدات. ودابا عنده واحد النسبه ضعيفه جدا ديال 10% انها تنجح. كنتمنوا اننا مستقبلا نقدروا نديروا ليه ديك العمليه ويشوف ولو بعين وحده،
لكن انا الرساله اللي بغيت هي كاين الناس اللي توصلت برسائل كيقولوا لي بانه ما كاينش قانون في هذه البلاد، ما كاينش اللي غادي ينصف حامد. انا كنقول بانه بلادنا هي بلاد القانون والحق، وما يمكنش يضيع حق شاب في عمر ديالو 24 سنه، يعني راه ضاع في العين ديالو. تصور ان الانسان من النور للظلام، فاحنا كنطالبوا بالحق ديالو اولا، وبالتقنين وبالمراقبه والمحاسبه بحال هاد العمال هكا، لانه كاين الناس اللي طبعا ما في حالتهمش يقبلوا يخدموا في اي حاجه، لانه ما يمكنش ليه يجلس بيطالي. ولكن فين هي المحاسبه والمراقبه ديال السلطه، ديال بزاف ديال الناس، باش ما نوقعوش في هذا الشيء؟ لو على الاقل كان المعمل مرخص او كان مديكلاري بهاد الناس، كان حميدو حادثه او قدر ديال الله سبحانه وتعالى، على الاقل كان غادي يتعالج، كانت غادي تبقى ليه عين وحده، كنا غادي نكونوا استدركنا بزاف ديال الامور. فهاد المساله هي انا خرجت خصيصا وحامد الراي العام باش نعرفوا واش فعلا بلادنا فيها قانون ولا ما فيهاش. بغينا محاسبه لهاد الناس هادو. وبالنسبه للمجرى القضائي ديال القضيه، فين وصل المجرى القضائي امام الحاكم؟ المجرى مازال ما كاينش، لانه حنا يلاه درنا المحامي، يلاه كاينه الشكايه. بالنسبه كاين صور في وقت الحادثه، يعني فاش كان يلاه تعرض، فاش كان عينيه مازال يعني في الحاله اللي كان فيها. كنتمنوا ان القانون ان شاء الله ينصف حميد، لانه فعلا الا ما نصفوش غادي راه كيقولها وكيعاودها، قال انا في هاد الدنيا ما بقى لي ما عندي ما نعيش، راه مرارا تكرارا قال لهم طلع سطح ولوح راسي. نعم، يعني كيفكر في الانتحار. سي حميد، شي كلمه ولا اخر نداء ولا كلمه بغيتو تقول؟ انا كنطلب غير حقي، غير يصوب لي عينيا وانساني، واخا غير عين وحده ماشي مشكل. انا رديت بقدر الله، ولكن صعيبة يعني حتى الا بغيتي تكسا شي حاجه حتى شي حاجه. وبالنسبه لهذا المشغل ديالك شنو دار معك؟ واش عطاك شي تعويض مادي وشنو؟ ما عطاني حتى شي حاجه، ما كيخلصني ما والو، الدواء كان كيجيبو لي كيقول لي اقتصد عليه. يعني انه تنكر لك 100%؟ صافي في التالي صافي، ولا كي كنصيفط له كنقول له عطيني شي 4000 باش ندير بانيك، يقول لي ودبر راسك وانا راني عييت، انا شنو ندير لك؟ نعم. انت سيدي شنو بالنسبه لك انك قابل انك تخدم بلا اوراق بلا ديكلاراسيون، شنو اللي كيجعلك انك دير هذا المسألة؟ ماشي دابا انا على حسب الدراري، دابا كما قلت لك انا كاين 54 واحد. نعم. بلي جيت نهضر انايا راه فهمتني، واخا نهضر انايا راه في بلاصه صافي غيقول لي ما عجبكش الحال سير بيه حالات. نعم. داكشي علاش ما كنتش كنبغي نهضر انايا، ما الا جينا نهضر راه خص الدراري الكبار بعدا هما اللي يهضروا. ومن هاد المنبر باش كطالب؟ بالنسبه للمنبر ديال الخدمه. انا اصلا خدمه ساليت منها. نعم. المرة ما غانمشيش هذيك الخدمه، علاش هذيك الخدمه كما قال لك ما خدمه ما فهمتي ما خدامش انت مرزاع. خدمة فيها الكربو، المعمل الكربون شي حاجة اللي ممنوعة في المعامل، يعني الخدمة بالكربون هذه أصلا في حد ذاته خاصها متابعة قضائية، في حد ذاته الكربون في واحد المعمل خاصه متابعة، إذا الكربون داخل غير قانوني. واش كاين شي كربون دابا كيخدموا به عباد الله؟ ما كنظنش. وبالنسبة لهذا الكربون واش كاين مثلا شي إفرازات، واش كاين شي دخان كيطلع منه، وكاين شي ريحة شنو؟ كاينة الريحة بزاف ديال التسمم. وعندكم ديك ليكوغي اللي كديروا على الميك ديالكم باش ما تشموش؟ لا ما كاين حتى شي حاجة يعني ما كاين لا ظروف صحية لا ظروف. لا السودور هو التالي كنسودو بلا نضالة.